حصاد الجنوب، أهلا بكم. عبر الرئيس عيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسية عن استعداد قوى المجلس الرئاسي للمضي في مسار السلام. الرئيس القائد أكد في اجتماعه مع ستيفن باجن سفير الولايات المتحدة الأمريكية استمرار تجاوب مجلس القيادة الرئاسي مع مختلف الجهود الرامية لإحلال السلام، مشيرا إلى احتفاظ المجلس بكل الخيارات لمواجهة تعنت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران. وفي ذات السياق، التقى الرئيس عيدروس الزبيدي اليوم كذلك السفيرة عبدة شريف أوبي سفيرة المملكة المتحدة. اللقاء استعرض الأوضاع الإنسانية والجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب وبدء مسار يؤسس لسلام مستدام، حيث أبدى الرئيس الزبيدي تقديره لمساعي حكومة المملكة المتحدة لإنهاء الحرب وإحلال السلام في المنطقة، داعياً إلى استمرار الدعم البريطاني لمجلس القيادة الرئاسية لمواصلة الانخراط في عملية سياسية حقيقية. هذا كما التقى الرئيس عيدروس الزبيدي اليوم أيضا كاثرين قرم كمون سفيرة جمهورية فرنسا لدى بلادنا. الرئيس الزبيدي ثمن الجهود التي تبذلها الحكومة الفرنسية للدفع بالعملية السياسية الرامية لإحلال السلام في بلادنا، والدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة والدعم الإنساني لتخفيف المعاناة الإنسانية على شعبنا. التقى علي الكثير رئيس الجمعية الوطنية اليوم وزير النفط سعيد الشماسي ومحافظ حضرموت مبخوت مبارك بن ماضي بمكتبه بالعاصمة عدن. الكثير اطلع على سير العمل في وزارة النفط وفروعها بالمحافظات وجهودها لتحسين جودة العمل، وكذا تطورات الأوضاع بمحافظة حضرموت وجهود السلطة المحلية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة. نهاية الحصاد لهذا اليوم، إلى اللقاء.